لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لن تصدق كيف أصبح شكل مذيعة التلفزيون الجزائري، مش هتصدق. فعلا الزمن غدار، منهم من توفيت. واحد، أمنية نزير، هي إعلامية جزائرية الجنسية، ولدت في عام 1982 ميلادي في دولة الجزائر. وتبلغ الإعلامية أمنية نزير 40 من عمرها، وهي متزوجة من شخص لم يتم الإفصاء عن أي معلومات تتعلق به. درست الإعلامية أمنية نزير في إحدى المدارس الجزائرية في أحد الجامعات الجزائرية، وتخرجت منها لتبدأ مسيرتها المهنية بالعمل كإعلامية، حيث قدمت العديد من البرامج في عدة قنوات فضائية ومنها قناة العربية. وبسبب أدائها المتميز في تقديم البرامج استطاعت أن تكسبها شهرة واسعة وامتلاكها لعدد كبير من المتابعين والمعجبين حول العالم. وتعتبر أمنية نزير واحدة من الإعلاميات الجزائريات المعروفة والمشهورة في بلدها الجزائر، فقد قدمت الإعلامية أمنية نزير العديد من البرامج الإعلامية، والذي أكسبها شهرة واسعة حول العالم هو براعتها وأسلوبها المميز في تقديم البرامج والأخبار. وسنعرض لكم أحدث ظهور لها. 2. خديجة بن كنة، هي مذيعة أخبار وإعلامية جزائرية تعمل في قناة الجزيرة الفضائية في قطر. تخرجت من معهد الإعلام جامعة الجزائر من قسم الإذاعة والتلفزيون، ثم التحقت بمعهد اللوفر لتكون الصحفيين المحترفين في باريس. نشأت في أسرة جزائرية مثقفة بين 9 إخوة وإخوات. التحقت بمدرسة لتعلم القرآن الكريم في طفولتها، والتحقت بمعهد العلوم السياسية ومعهد العلوم الإعلام والاتصال في جامعة الجزائر. بدأت العمل من منتصف الثمانينيات أثناء دراستها في الجامعة، حيث عملت في الإذاعة الجزائرية، ثم انتقلت للعمل في التلفزيون الجزائري مذيعة للنشرة الرئيسية نشرة الساعة 8 مساء، بالإضافة إلى التغطية الخارجية. وشاركت في تقديم العديد من البرامج السياسية حول شؤون الجزائرية واختيار الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضايف وانطلاق العشرية السوداء في الجزائر، كما شاركت في تغطية حرب الخليج الأولى في تلك الفترة. ثم انتقلت للعمل في إذاعة سويسرا العالمية لعدة سنوات. في 2012 أعلن نظام بشار الأسد في سوريا منعها من دخول سوريا، وهكذا أصبح شكلها. 3. زهية بن عروس، مذيعة وصحافية تلفزيونية جزائرية، ولدت في 10 جوان 1958 ميلاديا من عائلة بسيطة في مدينة المسيلة. كانت دراستها في الجزائر العاصمة ابتدائية بوغرطة، ثم متوسطة عمر راسم، وبعدها تحصلت على شهادة البكالوريا في شهادة الليسانس بجامعة الجزائر في العلوم الاجتماعية. التحقت بالتلفزة الوطنية سنة 1980، وكانت سيدة النشرة الثامنة باللغة العربية إلى غاية سنة 1997. دخلت عالم السياسة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1997، انضمت إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي نائب في التشريعات، حيث نالت معقدا في البرلمان. لم يدم هذا المنصب إلا أسبوعين، حيث استلمت حقيبة كاتب الدولة لدى وزير الاتصال المكلف بالثقافة في حكومة ويحيى الثانية، وكانت لها مشاركة فعالة في الحركة الجمعوية والنشاطات السياسية.
وفي سنة 2005 استدعيت من طرف رئاسة الجمهورية، حيث عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السلس الرئاسي لمجلس الأمة لتصبح عضو فيه. 4. صبيحة شاكر ورم سرطان خبيث. يغيب المذيعة صبيحة شاكر عن الشاشة الصغيرة، وكانت البداية مع نشر الوجه التلفزيوني المعروف مراد زيروني لتدوينة مؤثرة عبر صفحته الخاصة على فيسبوك. جاء فيها: صديقتي وأختي صبيحة شاكر المذيعة القديرة متواجدة حاليا في فرنسا مريضة، ادعوا لها بالشفاء إن شاء الله. وأرفق زيروني التدوينة بصورة التقطت في فرح من الفنانة حسيبة عبد الرؤوف. وهكذا أصبحت شكلها بعد شفائها من مرض السرطان. سورية أبو عمامة. الصحفية سورية أبو عمامة من قدماء الإعلام الجزائري، وهي من أوائل من صدر له كتاب من التلفزيون في الجزائر، وعليها أرسلت دعوتها مكتوبة لجعل كل الصحفيين يكتبون. ولدت صحيفة في عين الدفلي رغم إصابتها بفيروس كورونا، لكنها عادت بصحة أفضل تحكي تجربتها للمواطنين وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر. الصحفية والإعلامية سورية أبو عمامة مقدمة البرامج المعروفة في التلفزيون الجزائري، تحمل جنسية جزائرية، وقد قدمت الكثير من الإنجازات مثل مقدمة برنامج منتدى التلفزيون في فترة التسعينيات. وجدير بالذكر أنها نجلت الروينة الولاية في عين الدفلي الجزائر، وهي صحفية مشهورة منذ بدايتها. وهكذا أصبح شكلها الآن. 6. فريدة بالقسام. تعتبر فريدة هي تلك الإعلامية الجزائرية زوجة كريم بوسالم، حيث أنها حصلت على شهادة جامعية بتخصص الصحافة والإعلام، واشتهرت أيضا بقوة شخصيتها وتميزها بالصراحة، إذ أنها تشابهت مع شخصية زوجها ولم تختلف عنه بالشكل الكبير، إذ امتاز كلهما بالصراحة الإعلامية اللامتناهية. هذا ونشير إلى أنها عملت بالتلفزيون الجزائري في حين أنها تم استبعادها من ذلك التلفزيون هي وزوجها، وذلك نظرا للخلاف الناشب فيما بينهما وبين مدير قسم الأخبار في قناة الجزائر المعروف إبراهيم صدقي، كما وأنها انضمت بعد ذلك لفريق عمل إحدى القنوات الأجنبية. ولم تكتفي تلك المسيرة الإعلامية والصحفية لها على حد سواء. وهكذا أصبح شكلها الآن. 7. كريم بوسالم. يعد كريم بوسالم إعلامي وصحفي جزائري معروف، ولد في الجزائر وهو من مواليد 6 أكتوبر 1972، وقدم الكثير من البرامج التلفزيونية ومنها نشرة السامنة، وهو أحد البرامج الجزائرية الهامة التي يقدمها التلفزيون الجزائري. تم الاستغناء عنه وطرده من التلفزيون الجزائري، وذلك نتيجة خلاف بينه وبين مدير قسم الأخبار في قناة الجزائر إبراهيم صدقي. يذكر أنه عمل في التلفزيون لمدة 12 عاما ليتفاجأ بطرده بسبب ظهور الشعر الأبيض على رأسه، حيث توفي الصحفي الجزائري كريم بوسالم متأثرا بفيروس كورونا، وقد تم نقل الإعلام إلى مستشفى تيزوزو ليركض هناك في العناية المركزة لأيام عدة قبل أن يسرقه الموت جراء تأزم حالته الصحية ليرحل عن العالم. 8. نعيمة ماجر. هكذا أصبح شكلها الآن. وب
وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.